استنى هذه الفرصة هذه باش نقدم لكم أولا الشكر ديال السيد رئيس المدير العام للمؤسسة لشركة كوزيما اللي اليوم الحمد لله عندها مسؤولية وطنية فيما يخص إنتاج السكر بحيث أنها خاصها تنتج 1,200,000 طن ديال السكر سنويا اللي هو الاستهلاك الوطني. هاد 1,200,000 طن كنعطيو الأولوية أولا للمنتوج الوطني من شرب السكري وقصب السكر. وفاش كنقول كنعطيو الأولوية بحيث أنه الاستراتيجية الفلاحية ديال المجموعة واللي في الحقيقة كانت البداية ديالها في 2006 والشركاء ديالنا منهم السرية والمتواجد اللي عاش معنا أولا المحل واحد كان ديرو 12 طن السكر في الهكتار لأن كانت البداية 5 طن ديال السكر. إذا الاستراتيجية ديال المجموعة والشركاء ديالها هي الرفع من الإنتاج الوطني، لأن فاش كنقولو الرفع من الإنتاج الوطني كنرفعو من القيمة ديال الفلاح المنتج ديال هاد النبتة السكرية حيت كنرفعو من المردود الفلاحي ديالو، كنرفعو كذلك من القيمة الاجتماعية ديالو. حيث انه انا كنت ديما تنقول قلتها في 2008 في الغرفه الفلاحيه كان انذاك المرحوم السي زمرك، قلت له انا كنتمنى وكنت صادق وربما نقدر نقول انا وصلت شي شويه انه من اللي بعيد نشوف الفلاحه جايين نقول هذا كيدير الشغل هذا ما كيديرش الشغل. اليوم خصنا نكونوا فخورين جميعا بالنتائج اللي توصلنا لها، لان 2006 لو كان مكانش واحد العمل جيد، واحد العمل يعني اللي جعل انه القطاع درنا له الركائز الصحيحه للسوق البيلي من 2006، لانه بحيث انه خدينا قرار تاريخي هو ديال يعني لامونجي، حيث انه كانت عندنا دوك اسمو كانت عندنا هطول متعددة النواة واللي في الحقيقة وصلنا يعني كناش كنفوتو 45 طن في الهكتار، ويمكنش نفوتوها لأن كانت جميع العمليات عمليات يدوية، وخدينا القرار باش ندوزو البذور ديال النواة الوحيدة اللي في الحقيقة قبل هذاك التاريخ وقبل ذاك القرار ومعايا السرياد والسي الدولي أو محضر عايشين في القطاع كنا كنجيبو هاد البذور هادي من الخارج باش نديرو تجارب وما كنجيش نشوفو علاش عرفتو شنو هي التجارب؟ ربما الأساتذة الباحثين اللي معنا هنا عارفين شنو هي التجارب. التجارب كندير واحد المساحة صغيرة جدا باش تبقى أكثر، ما كناش كنجيبو المنتوج هاكا الصويات كاين هادشي، ولكن قلنا ناخدو يعني قرار ديال التغيير. نجحنا غادي نمشيو، ما نجحناش ربما غادي تكون سكتة قلبية، ولكن قلنا بأنه حنا دابا وصلنا لسكتة قلبية، إذن حسن ناخذ ذاك القرار بواحد ديك الجرأة وخديناه في المنطقة ديال أول منطقة خدينا فيها هذا القرار هو منطقة ديال بنيامين في 2008، وفاش درنا البطولة ديال النواة الواحدة تفرضت علينا الكنانة. لأن البطولة ديال النواة الوحيدة ما كانت تغطس بليو، لأن خاصها بالدارات يعني اللي كدير الزر بواحد الدقة فائقة جدا، بحيث جعلنا فاش درنا دوك البدارات ولينا كنحطو في الهكتار واحد تقريبا 140,000 نبتة. إذا حسنا العدد ديال النبتات، وبالتالي حسنا بالموضوع ديال وفاش مشينا في الكنانة مشينا فيها حتى المصل كامل حتى القلع حتى الوانا. ربما واحد السؤال ديال واحد الاخ تيتكلم على الفلاح الصغير والمعاناه ديالو، فعلا ربما لا رجعنا للماضي ديال السبعينات والثمانينات والتسعينات وبقى هادشي كامل هكا سريع، ولكن اليوم تغيرات الامور والتغيرات يعني بواحد الطريقه جذريه جدا، وخاصه بعد ادخال مشروع ديال الخدمه. اولا فيما يخص النقل اليوم الشاحنات، وانا كنتكلم تحت يعني المراقبه
ديال اصحاب 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 المجال المسؤول عن المجال في الجهه. اليوم الشاهد هناك برنامج ديال القلق اللي مصدر من طرف اللجنه التقنيه. وهذاك البرنامج ديال القلق احنا مجبرين كشركه باش نتبعوه، يعني بحذافيره. حاله واحده فاش يمكن نغيرو، وفاش تجي مثلا الامطار وتتكون واحد المنطقه ما يمكنش نخدموا فيها، كنشوفوا مع اللجنه التقنيه فين نخدموا، كنغيروا البرنامج، ولكن تيكون تغيير استثنائي لظروف خاصه. وكذلك البرنامج ديال الحفر خاصو يكون منطبق للطاقه الاستيعابيه ديال 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 الواحد الصناعي، بحيث ان 9000 طن خاصو 9000 طن هي اللي خاصها تتم الاقلاع ديالها، وكنترجموها لمساحه. يكون كل فلاح كيعرف راسو هاد المساحه اللي خاصو يدير في النهار، ينهز شحال الكميه اللي خاصو يدير في المعمل، باش ما تيكونش هناك يعني لا نقص ولا اكثر، باش يكون داكشي مضبوط. فيما يخص عمليه الشحن داك الشاحنات اللي كتكلف بالشحن ديال المنتوج، مع الرقمنه اليوم ولات الشاحنه من الشركه كتمشي يعني للضيعه، يكونوا الجي بي اس ديالها، وإلا ما مشاتش لهذيك الضيعه ما يمكنش تقوم بعملية الشحن، ما يمكنش تدخل بها. إذا كانت الأمور في الدينها هادشي كانت مشاكل كانت وقت ورانا، من تغير القطاع وتغير بكثير وبكثير وبكثير. إذا تنقول بأنه فيما يخص القطاع الفلاحي في المنطقة، كانت 2008 كان تغيير، 2009 كان هناك تأمين في المنطقة ديال تدلو. وبالتالي لاحظنا بانه الارقام تغيرات، نتائج تغيرات، المردوديات تغيرات الحمد لله، بحيث انه كنا في 5 طن ديال السكر في الهكتار وطلعنا ل 11 طن. ولكن هذا 11 طن هذا رقم ديال السنه الفارطه في 2012 وصلنا 13 طن في الهكتار، 13 طن ديال السكر في الهكتار. الدول الأوروبية اللي سبقنا تقريبا 200 سنة فيما يخص القطاع ديال الشمندة السكري، المغرب دخلوا الشمندة في 1962، ونخبركم بأن أول فلاح ديال الشمندة في المنطقة آنذاك هو المرحوم الأب ديال السرية. تعاود لي شخصيا قال لي فاش جابوا لي هذاك الشمندة ما عرفت كيفاش نوصلوا، واش بيدي ولا بالعاش ولا بالفرق، لا السرية دخل 1962، تقريبا عندنا واحد كل واحد 50 عام 60 عام ديال الشمندر. فرنسا المانيا اللي هما يعني الرائدين في هذا المجال عندهم 200 عام كيديروا 14 طن ديال السكر في الهكتار. اذا حنا درنا مجهود كبير في واحد الظرف وجيز 10 سنوات وحنا ما بعدش عليها باش نكونوا باش نطلعوا لها ونحطوها. اذا القطاع عرف تطلو لا من الناحيه الفلاحيه ولا من الناحيه الصناعيه، بحيث انه كانت هناك شركات اللي كتخدم في المجال، منهم شركات اللي تيعملوا في المكننه، شركات اللي تيعملوا في التموين الفلاحه، الشركات اللي ولاو كيعملوا كذلك في النقل ديال المنتوج. وهاد الشركات كلها تمت المواكبه ديالها من طرف مجموعه مواكبه ماليه، بحيث انه يعني الاشخاص اللي داروا الشركات عندهم تجربه عندهم دبلومات، ولكن ما عندهمش تمويل. وكان انذاك الوقت فاش كنت الشركات كانت كيمشي للبنكة، راكم عارفين الابنك الا ما عندوش يعني الضمانات ما يمكنش تمشي معاه، لانه خاصة ان القطاع فاش غادي يعمل قطاع جديد. ولكن حنا تحملنا ديك المسؤولية، وكانت هناك ثقة متبادلة بين الشركة والشركاء ديالنا، وكذلك الشركات اللي اليوم كتعمل، والحمد لله تطورت وصلت لواحد المستوى كبير جدا، وصلنا لهذا المستوى اللي حنا فيه اليوم. حيت تقريبا عندنا شحال من شركات بين لي ديستريبيتور واسمو 60 شركة، ولو كان في المنطقة كل شركة، لأن يعني ما كايناش غير شركات بزاف في المنطقة، كاين غير شركات يعني كتعمل في المجال ديال 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 الأغرو أليمونتير، يكون كل شركة خلقت 60 كرة الحمد لله، من غير ما تبحال المنطقة غتكون يعني من ناحية التنمية غتكون في حالة أخرى. استثمارات كبيرة جدا، حيث أنه من 2006
اليوم راه غادي نوصلوا تقريبا مليار ديال الدرهم اللي تم الضخ ديالها كاستثمار صناعي في الواحده ديال الولايات. مليار ما ساهلش، مليار ديال الدرهم كنهضر على 1 مليار ديال الدرهم، راه 100 مليون دولار. دونك اللي ما ساهلش، ولكن هذاك الاستثمار هو اللي جعل اليوم يعني السلسله السكريه في الجهه ديال تدلع، الجهه ديال بن خليفه، يعني وصل لواحد المستوى اللي تقريبا ما بيش المستوى العالمي. وفعلا السؤال ديال السي حاسين يعني صحيح جدا، الى انه النتائج ما يمكنش توصل لها الا ما كانش هناك واحد العنصر البشري الكفر اللي تيواكب هذا يعني هذه الاستثمارات والتكنولوجيات الجديده اللي كنعتمدوها في جميع المجالات. لن نحيد المجال البيئي، وغادي نشرح واحد السؤال يخص المحطه ديال التطير، ولا المجال الصناعي فيما يخص يعني البروسيس، ولا النجعه الطاقيه، لان اليوم العالم كله راكم شفتوا في الديور ديالكم راه كانوا البولات كيفاش كانوا كيفاش ولاو، راه كانت البوله اللي كتستهلك 100 واط ودابا كتستهلك 5 واط. غادي في نفس المنهج الوحده ديال الماديات، كان هناك استهلاك الا شفناها في الثمانينات والتسعينات في واحد المستوى، اليوم راه الطاقه ديالها الاستيعابيه طلعت، ولكن الاستهلاك يعني تقلص بكثير، ولكن نتيجه استثمارات وتكنولوجيات جديده اللي دخلنا لواحد. اذا يمكن هناك مواكبه فيما يخص التكوين المستمر ديال جميع التقنيين العاملين والعاملات والمهندسين، وهذا واجب وضروري، والا ما درناش ما يمكنش نزلو. فيما يخص الانفتاح يعني حقيقه السيد الرئيس يلاه جا السي حميده، كنتمنى بالتوفيق ان شاء الله في العمل ديالو. غادي يكون معاه لقاءات مع السيد الرئيس ومع جميع الاساتذه الاجلاء ان شاء الله، وغادي نفكروا في واحد الشراكه، اتفاقيه شراكه، لانه خصنا نستافدوا منكم، ماشي حيت نقولوا حنا ما كاملينش العلم عندكم، وغير هذاك العلم كيفاش نوظفوا في المجال الصناعي وخاصه مجال انتاج السكر باش نطوروه اكثر ان شاء الله، وتكون ربما انجازات محليه اللي يولي عندها واحد الصيت عالمي ان شاء الله. فيما يخص السؤال ديال السيده من كليه العلوم والتقنيات، فيما يخص المياه العادمه، السيد مولي تكلم على الانجاز الاخير ديال زيروتور، ولكن راه عندنا واحد المحطه يعني متكامله وكي فونكسيون كون فوديت افيك لا تكنولوجي دي بو اكتيفي ولي نورم كو نو زافون اجوردي. اي جو ميكسكوز دو باسكو العربيه با فور تلقاش هذاك لي تام، ولكن كوم الى بوزي لا كيستيون فرونسي جو في ريبوندر اون فرونسي جو بو ترادوير. دونك اجوردي نو زافون au Maroc, quand je dis au Maroc, cousine. Nous avons une station à Sidi Bouna, une station à l'Oriental, donc la circuit de Zeyno. Nous avons une station combinée avec. Il est installé pour le traitement des eaux usées des deux sites, Khan et Betrab. Et nous avons la station de Sita. La station de Sita, la convention a été signée avec le ministère de l'Environnement à l'époque, fait que c'est Mohamed Diazri, nous avons tout le monde. C'est un étifaqia, le mektab de l'audir de l'ouahida de l'Ouladiyyat, et un dimanche. C'est parmi les meilleures stations du groupe. Les résultats en 2005, qu'est-ce qu'on a comme résultats aujourd'hui? 100. La norme marocaine fait 400. Je vous parle en bas. D'ailleurs, jamais le méchalé, les 4 millions de méchalé, fait que c'est le méchalé bille. دائما تنحاولوا باش يعني اولا يعني المعايير المغربيه خصنا نحترموها، هذا واجب. اللي ما يحترمش القانون ديال البلاد راه ما صالحش، هذا واجب. ولكن تنقولوا بانه هذه المعايير المغربيه غادي تطور مع الوقت، لانه مع الوقت راه خصنا نوصلوا للمعايير ديال الدول اللي سابقه في المجال، وكناخذين كمثال فرنسا لانه الصارمه في هذا المجال. وقال واحد فرنسا فيما يخص المحطة
وحافظ على البيئة، هي صارمة جدا ومعايير ديالها يعني قوية. إذا جميع المشاريع ديالنا كنديروها على حسب معايير دولية وخاصة فرنسا. دونك فيما يخص المحطة يعني دابا اليوم كتنطلق يعني الجودة ديال المياه المعالجة هي أقل بكثير من المعايير المغربية وتحترم المعايير الدولية وخاصة فرنسا. ونفس الشيء درناه في جميع المشاريع وخاصة المشروع الجديد اللي غنتكلموا عليه. السؤال اون اوتر كيسيون عند السيدة من ليكسا ديال خريبة اللي كتقول لك علاش ما فكرتوش يعني في البيو كاربيرون ياك؟ علاش ما فكرناش في السولير؟ هادشي كلشي فكرنا فيه. يعني فاش كنقولوا ندير واحد المشروع كنقولوا اش عندنا كوم سورس ديال انرجي؟ شنو كاين؟ كاين لو بيو كاربيرون، كاين لو سولير، كاين لو فيول، كاين لو شاربون، لو غاز ناتيرال، كاين هادشي كلشي. ولكن ما يمكنش دير واحد المشروع على شي حاجه ما عندكش ما فيديكش. الغاز ناتيرال ما عندناش، واخا يكون خاصك تربط الى ما كانش المنبع والواحد الصناعيه. يعني كاين واحد الرابط، واحد كاسمو ثلاث، راه ما يمكنش تخدم. واش عرفتي هذا راه عمل يومي 24 ساعة 24 ساعة خلال تقريبا 3 شهور 4 شهور. والغاز ما عندناش في البلاد. دونك حنا لو سولير سي ان بروبليم دو ستوكاج. جو با سو لو كونترول دو مي كوليك بروفيسور شيرشور. سي ان بروبليم دو ستوكاج. اذا يمكن نستعملوه بور ليكليراج سولير، لانه كاين لي باتري بور ستوكي لينيرجي بور اكليري بوندون لا نوي بور كيلكو زور. ولكن في فونكسيون اون سيكل كي كونسوم 18 ميغاوات، اون بويسونس تري امبورطون، راه يفو اون سورس دينيرجي كي سوليد سو. دونك خاص باش تخدم واحد الواحد صناعيه كوحده بلديه اللي كتستهلك تقريبا 18 ميغاوات في النهار، خاصها واحد النوع ديال الوقود اللي كيمكنها باش تخدم بطريقه مستمره. اما كتجيبو من برا اللي عندهم مكتب جهوي للكهرباء وهذا حل، ولا كتنسو داخلها. جميع يعني الوحدات السكريه في العالم كينتجو الكهرباء داخليا. علاش كينتجو الكهرباء داخليا؟ لانه في استخراج السكر خاصنا البخار. إلا ما عندكش البخار ما يمكنش دير ليكستراكسيون دو سكر بارتي بلا بيت خاصك البخار. مادام كتنتج البخار، وخاصة بحال هاد المشروع ديال البلدية الجديد، غادي نتجو إن شاء الله البخار ب 65 بار بقوة ضغط ديال 65 بار. حنا كنستعملو في البروسيس خاصنا بخار ديال يكون عند واحد الضغط ديال 3 بار 3. إذا باش ندوزو من 65 3 كنقولو خصنا نتجو به الكهرباء. وكان ها الكهرباء عندك، ها البخار عندك، تولي عندك انسانتر اوتونومي او نيفو ديال ثانيا ما يمكنش تعتمد واحد صناعيه بحال واحد ديال السكر، ما يمكنش تعتمد على التزويد الخارجي فيما يخص الكهرباء. في الديور ديالكم راه بارفو كيتقطع عليك الضوء في الدار ديالك. المعمل ديال السكر لا تقطع عليه الضوء تتكون خساره كبيره لا الوحده ولا الفلاح. المعمل ديال السكر خاصو يخدم بنظام وانتظام طيلة الموسم بدون انقطاع. إذن حنا داخليا كان الاستطاعة ديالنا والتكنولوجيا اللي كان اللي عندنا تنستطيعو باش ننتجو واحد يعني كهرباء بدون انقطاع. كنسمى كهرباء ان انرجي دو كاليتي، تنسيون كونستانت، ريغولاريتي دو فونكسيونمون، با دو بيرتيرباسيون ريان. باسكو سي امبورتون. هذا المعمل ديال السكر، المعمل ديال السكر راه فيه الشمندر راه يعني سيتين ماتير فيفونت،
يعني هي مادة حية، إلا أنا عالجتها في الوقت ديالها غتفسد غتمشي غتكون خسارة. إذن دوزنا جميع هذا الأسيو، لو بيو كاربيرون ما عندناش في المغرب غير لو بيو كاربيرون ما كاينش في المغرب، ما كاينش في المغرب. ياك فهمتيني؟ لو كاربيرون كاين في البرازيل. ولكن باش تجيبو من البرازيل لهنا وتشغل به واحد الصناعية، أولا غادي يكون يعني ثمن باهي جدا على النقد ديالو. عندك الباطو باش يجي من البرازيل للدار البيضاء كيدير شهر. النقد ديالو يعني غادي يكون تكلفة ما يمكنش الفيول. اليوم راكم عارفين الفيول في العالم كامل اش واقع؟ الأثمنة كتمشي من 50 دولار حتى 100 دولار، حتى شي واحد ما كيتحكم فيها. والمخزون اليوم ديال البترول غادي كينقص. إذن ما يمكنش قلت لكم أنا نديرو واحد الاستثمار كبير جدا ونعتمدوا فيه على واحد الطاقة اللي ربما غدا ما كايناش. راه نقول لك المعمل راه نطلقوا السرية هنا والسيد داودي راه لو كان تبين لنا بأن الشمبر ما كاينش في هذه المنطقة راه ما كناش نديرو الماء. إذن دائما خاصك تفكر بأنه خاص تكون عندك المادة الأولية باش تخدم وخاص تكون استمرارية. فاش درنا هذا المشروع هذا ديال التوسيع عند 9012 درناه تحت الطلب ديال الشركاء ديالنا اللي كنحترمهم. فاش قالوا لنا بانه الشمند السكري كان هناك طلب كبير جدا في المنطقه والفلاح بغاو يزيدوا يوسعوا المساحه، اذا خاصكم توسعوا المنطقه ما قلناش لا، وعرفنا بانه مشروع يعني اللي مكلف جدا. راه المرايه محطوطه هنا، تقريبا فاش كنهضروا على المشروع ديال لي شونتيان الى سونترال 220 مليون درهم، راه ما كاينش هذا الشيء. كان عندك لا ستاسيون ديبيراسيون اللي كانت اونتيان نوفيل تكنولوجي، ليفابوراسيون جديده، لا كريستاليزاسيون جديده، وزيد عليها لا بارتي الكتريك، زيد عليها لي فارياتور، لي بومب، لي دخل. يعني ان شاء الله غندير لكم زياره وطاقة كنا غادي نديروها اليوم صراحه، ولكن جاني ثقيل باش نديروا الزياره ونكملوا الزياره ونجيو لهنا باش نديروا ندوه الصحفيه. قلت نديروا ندوه الصحفيه ومن بعد يوم اخر ندير لكم زياره وغتشوفوا واحد ماشي راه عنو نومبر دو موتور الكتريك في سيكلي ديباس 2000 2000 توت لي بويسونس. دونك سهل ماشي سهل. اذا فاش كدير واحد الاستثمار قوي اول حاجه كتفكر تقول هذا الاستثمار واش غادي نرجعو ولا ما نرجعوش. دابا انت بلا السريال ودابا ولا كيحضر راسو في الكوطاش. فاش درناها كان الالتزام ديال الشركاء ديالنا هما غادي يديروا لكم 17 هكتار. اليوم غادي نكملوا الاستثمار هذه السنه هذه، يعني تنوجدوا المعمل باش ان شاء الله يعمل بالطاقه ديال الجديده ديال 12 طون في الموسم المقبل هذا الموسم الحالي. وراكم كتعرفوا الظروف اللي كنعيشوها، الظروف المناخيه يعني نقص بعض السدود، ربما ما نوصلش 17 ولكن انا صراحه ربما ما نوصلش. ايوا واش غندير؟ دونك هنا يعني كناخذوا قرارات التزامات، ولكن نقدروا يكون واحد التغيير اللي ما تيتحكم فيه حتى شي واحد وكيأثر لك على الاهداف اللي انت مخطط. اذا حنا كنديروا استثمارات تيقن في المنطقه، تيقن في الفلاحه ديالنا المنتجين، تيقن في الشركاء ديالنا، وكنطلبوا الله يعاوننا. العملية ديال إنتاج السكر ربما قل لك عارف البركة اللي فيها، فيها واحد البركة كتير جدا. أولا إلا خدت عاد الموسم اللي فات وزعنا تقريبا بين 550 حتى 600 مليون اللي بقات في المنطقة توزعت كمنتوج فلاحي على الفلاحة ديالنا، وراه عندنا الأكثرية ديال الفلاحة صغار، ما عندناش الكبير في المنطقة. فاش كنشوف مثلا 15 في هكتار لا مويان افيغ يلدر الفلاحه كلهم صغار ضعاف، وهما تيقين فينا وحنا تيقين فيهم وحنا غاديين. اذا هاد البركه ديال 600 مليون ما كنقول لي شي قطاع فلاحي في المنطقه اللي وزع 600 مليون ما كاينش. بالاضافه كذلك السكر اللي كنقول مجموعه راه كيبقى في المنطقه كنستهلكوه هنا في المنطقه عندك النملة، خليفة، خليفرة، أزيلال، شكون اللي كيوزعو؟ كيوزعو الشركات هما هادوك لي كروسيس في المنطقة،
في المستوى هو تيبقى في المنطقة. هنا واحد البركة كثيرة، واللي يعني الحمد لله الشركاء ديالنا عارفينها، داكشي تيكون واحد الالتزام قوي بيني وبينهم، واللي جا القطاع تيتبنى على الصحيح وكيتطور. دونك بالنسبة للا كولابوراسيون سي لا ميم ريبونس، مدام ياك إن شاء الله غادي هذا التزام مني اليوم اتفاقية إن شاء الله باش نطوروا الشراكة بين جامعة مولاي سليمان ومجموعة معالي السوق إن شاء الله. فيما يخص السؤال الآخر، كان هناك سؤال سي محمود بوزيان، الاستثمار الجديد ومطالب بإنتاج الطاقة. لا، أولا خصنا نوضحوا بعض المسائل. المشروع والديور باش يخدم 3 شهور السنة باش يعمل طيلاطة موسم شنو غسلو، كاين هناك بعد يعني كلام كثير انه راه الشركة راه غادي ماشي باش تنقص السكر راه باش تشوف الطاقة وغادي يخدم العام كامل. هذا مشروع ما كينتجش الطاقة باش نخدمو العام كامل، كينتج بخار. قلت لكم هذاك البخار كنستعملوه باش نشوف الطاقة. لين فريد بغينا نستعملوه طول السنة، اش غنديرو بهذاك البخار؟ لا ما كاين عندكش منظمة، اش غادي دير؟ وغادي نشوف واحد الثمن كثر من الثمن باش كتبيع مكتب البنك، ما يمكنش. دونك راه مشروع باش نوضح لكم الأمر، راه مشروع ديال اللي غادي يخدمو إن شاء الله في الموسم ديال الشهر السكري، دونك افريل ماي جوان جويلي. المشروع درناه اولا باش ما نبقاوش نخدمو لو موا دوت، لان شهر غشت كتكون الحراره مفرطه، كيتكرسو الفلاحه ديالنا وكتكرس الطبيعه. وقلنا بانه خصنا نوسعو الطاقه باش بور كونسونتخي لا برودكسيون في واحد المده زمنيه اللي تكون يعني ظروف مناخيه عادية، وبالتالي قلنا بأنه إذا كانت الإمكانية باش نرفعوا من المساحات غنديروا، هذا هو الهدف ديال المشروع. هو مشروع ديال فحم حجري نظيف. فاش كنشوفوا فحم حجري نظيف، واحد تيبدا يتساءل واش كاين شي فحم حجري نظيف؟ فاش كنقولوا فحم حجري نظيف هو انه التكنولوجيا اللي غادي تستعمل داك الفحم باش تنتج البخار وتنتج الكهرباء هي تكنولوجيا نظيفه، بحيث انه راكم شفتوا في العرض ديال السيد المدير انه البراجي الجديده غادي تكون مزوده ايكيبي مزوده بصفات ديال الغازات، بحيث انه ما كتخرج حتى شي حاجه اللي يمكن تاثر على اي واحد. وراه دار لكم اشنو هو المسائل اللي يمكن تخرج، تدخل لا بوسيل ما كاينش، بحيث ان المعايير قويه، وتا هي معايير زعما ماشي قويه فاش كنقارنوا المغرب مع بعض الدول اللي كيسمو في المحيط ديالنا، راه صارمه 500 ملي غرام، 500 ملي غرام ماشي حاجه كثيره بار متر. حنا في المشروع ديالنا دايرين 50 ملي غرام بار متر، اذا ما غادي يبان لك والو حتى شي حاجه، يعني غتشوف لاشون ديال بحال ما خداماش. لاشون ديال غتكون حنا لا تسمع لا صوت لا غاز لا ريحه لا حتى شي حاجه. هادشي علاش نقولو مشروع اللي فتح بحال هادي نظيف، لان لا تكنولوجي يتيليزيست تكنولوجي بروب. بالنسبه للاس اس او اكس، لانه كاين لي فلتر الكتروستاتيك وكاين يعني لو باغوطاج ديال لي غاز في سون دون ان بان دو شون سي فو فولي لا بيير كالكار. دونك اون اورا ان شونديير لي روجي ديالها سون تخي بروبر،
وهذا السر لونجاجمون دو بوزيمان سي نوتر لونجاجمون يعني دون تو لي بارامتر خمسه سي لونجاجمون دو نوتر بريزيدون ربما راكم كتسمعوني بزاف السي محمد فكرات يعني جو بونس سي لو بروميي لابيليزي او مارك تو سو كي انفيرونمون ريسبونسابيلتي سوسيتال الى اخره زعما هذا بالنسبه لي هو السي مشروع اللي ما كيحترمش البيئه ما كيحترمش السلامه مشروع ما خصش يكون وما خصوش يكون حنا دائما خدامين على هذا الاساس وهذه التزامات وطنيه ودوليه راكم شفتوا حتى في كوب 22 كوزيما دونت لا بريزونتي سون بيلون كاربون راه قلنا يدوي اونتخ 2006 اي 2017 45% دي غاز ا ايفي دو سير اجوتي و نو سون انجاجي Alors, ils sont en 2030, ça c'est un engagement en octobre, en SNI. Marrakech, de réduire encore de 25%. Donc, ce sont des chiffres qui sont auditables, vérifiables, et la réalité, mais si vous faites quelque chose de cher, vous pouvez prendre d'autres qui sont en SNI. Donc, je vais vous donner le sujet de la question de la halawa, et voilà, parce qu'on a 4000 ans. واحدة ديال ولاد عياد عندها أحسن مختبر ديال استخبار الشمال في العالم أومونس كاين تخوا كاين واحد في هولندا واحد أون ألمان ولاد عياد ولاد عياد دابا معروفة بألمانيا فاش كتدخل لسمو لو سيت ديال ديال لا سوسيتي كان في فينيرا كتلقى ولاد عياد بارمي العالم وهذا المختبر هذا تيخدم اولا لاندوف ما كاينش يعني اللي كان واحد يفكر بان غادي تكون شي حاجه ما كاينش كاين الات كاين دي روبو هما كيفونكسيون الي اوتوماتيزي 100% سي ان انفستيسمون دو 1 مليار دو سنتيم بالنسبه لنا جبتكم هنا غراس بروجي تي سي ديجيتاليزاسيون Aujourd'hui, tous les camions sont orientés directement à la parcelle et chaque parcelle a des codes GPS et si le transporteur ne respecte pas, il ne peut pas charger. On a un quartier, jamais fait la hadena, pas qu'il n'y ait pas de mon chat, mais je n'ai pas de mon lecteur. كنمشيو للمجالات الاخرين ما كاين والو كنمشيو لليمون
كنمشي للدار البيضاء كنكرو السيريال للسيريال فين كنمشي الزيتون لا شوز. النهار فاش غادي يكون تتمين جميع لان المنطقه منطقه فلاحيه بامتياز وعندنا بعض يعني منتوجات الفلاحيه اللي ما كايناش فشي بلاصه راه الرمان في الرباط كيتباع فاش تقول لي هذا الرمان منين تقول لك هذا عبد الله ولا علاقه له بالضبط عاد باش يبيعوا لك ويبيعوا لك بالثمن اذا لو كان عرفنا كيفاش نتمنوا الرمان ديال هذا عبد الله هذا عبد الله ما غاديش تكون في حاله اخرى عندنا لو بيمون روج سمعت منوره منوره باش تكون يعني باش تعرفوا بانه كان جوار نملي ويتم تتمينها في مناطق اخرى وخاصه في بركان انا كنعرف شركه كتديها من هنا حتى لبركان في لا فالوريزاسيون كتبيعها في اليابان باش تتباع عندك بلا ما ندوز الليمون بلا ما ندوز المشكل الاشكالي ديال التتمين الا توصلنا انه نحلوا هذه المعضله هذه غادي نحلوا المشكل ديال التشغيل في المنطقه سي مرتضى دونك دونك جاوبت على السؤال سي مرتضى ديال الفحم الحجري النظيف التكنولوجي اللي فوق وان شاء الله فاش يتم تشغيل هذه الوحدات لان دابا ولينا كنتكلموا على لي شونديير ونسينا بان المشروع ماشي فيه لي شونديير راه فيه دي كاس دي يونيتي دي فابوراسيون نوفيل نوفيل تكنولوجي فيه ليبيراسيون فيه لا ديفيزيون فيه ليكستراكسيون فيه بوكو شوز ولكن ما كانوش سون توس كونسونتري سي هاد السوجي ان شاء الله فاش غادي نخدموا غادي تحضروا غادي تقولوا واش هادشي خدام ولا ماشي خدام راه نفس المراجل نفس المراجل وربما راه نقدر نديرها راه عندنا نفس المراجل كاينه في باريس وما ادراك ما باريس كتنشد 300 طن ديال البخار في الساعه حنا 160 طن في وسط باريس وكتعطي الطاقه للمدينه كلها وليس هناك اي قلق ما حسيتش بها ما عارفينش واش كاين غادي يكون نفس الشيء وانا كنوعدكم وراه نقدروا نديروا شي زيارات باش نشوفوا هذا الشيء كامل سي عبد المجيد التواصل هي سيسار فعلا فعلا حنا 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 عندنا منجزات كبيرة وخاصة في المجال الفلاحي وخاصة نتكلموا عليها وما كنتكلموش عليها لأن حنا في الحقيقة موفي لو سومارا لو سومارا تيكون غادي في وسط البحر في وسط البحر ما بينش وقادر غلط ولكن حنا تنقولوا النتائج هي اللي غادي تتكلم عنها لهذا ما قليل فاش كتلقاونا في يعني في دي زيفينمون كوم سا الى اخره حنا ما كنتكلموش على النتائج ديالنا تنقولوا بانه قليل النتائج اللي تكلم عنها وماشي عقدنا هاد 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 اليوم التواصلي باش نتكلم لانه كاين هناك يعني بعض المسائل اللي كتهم المشروع ديال لا برودكسيون دينيرجي قلنا بانه ربما يعني certain information exact ما وصلتش يعني ما وصلتش لا من ناحية ديال المشروع الكبير ولا من المشروع ديال الفحم الحجري وقلنا من الواجب ديالنا ان خصنا نوضحوا الواجب ديالنا خصنا نوضحوا هذا الشيء باش كلشي يعرف الحقيقة واللي ان شاء الله غادي ان شاء الله في شهر مارس غادي تشوفوا هذا الشيء في ارض الواقع لي شوندير ميو كو جو لي شوندير كو نو زافون ولا دايا سو سون دي شوندير دي زاني 70 تكنولوجي تري انسيان اي كي فونكسيون او فيو اي فوز الي فوار لا ديفيرونس سي تو ناس ديال الساكنه ديال مدعيا ان شاء الله غادي تشوف المشروع فاش يكون خدام لا علاقه له مع الماضي وهذا هو دائما الهاجس ديالنا خاصنا دائما فاش تنجيبو شي مشروع خاصو يحسن من الانتاجيه ومن البيئه وبزاف ديال المسائل شي كنجيبوه باش نشوفو على نقطه اخرى واحدة كنشوفو جميع النقط انفتاح المؤسسه انا شرحت لكم حنا راه شوف عندنا واحد الطور تكلم واحد الطور كبير
عندنا في الشام ولا 15 هكتار، راه تقريبا 10,000 فلاح، 10,000 عائلة. اليوم كنفرقوا تقريبا 150 مليون ديال الدرهم على الفلاحة، بذور وأسمدة ومواد ديال المحافظة على الصحة ديال النبات ديال الشمنظر، وكنترشاو الله. هذه كذلك مسؤولية. لأن فريض ما درناش هادشي ونقول لا حتى يعمروا البراجات وتشتا على باش نبدا، ما يدارش الشغل. فاش كنهضروا على لا كوفيرتي سوسيال، سي ان كرون بروجي، راه الدول المتقدمة ما مقدروش يديروه باش دير التغطية الصحية للجميع للفلاحة. فاش تنقولوا بأن 5,000 مستفيد و 6,000 ملف، وكاين ملفات ديال تقريبا 10 مليون صدر، وكاين اكثر. انا نلاحظ فاش تجي شي عمليه ديال القلب ولا شي حاجه، راه الواحد ما يمكنش يعرف شحال تكون لا فاكتي شحال تكون فيها. فاش كنهضروا على تكلموا على 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 التقاعد، راه الملف ماشي سهل، وحنا قبطينو بيدينا وغادي وتنقولوا بانه مقتنعين بانه راه غادي ننجحوا فيه. راكم عارفين التقاعد وما ادراك من المشاكل، تنقول ان شاء الله غادي نوصلوا باش الفلاح فاش يكمل العمل ديالو، ماشي غادي يبقى خدام 60 عام 70 عام 80 عام تيبقى خدام باش يبقى يلقى ما ياكل. تنقولوا بانه يقدر يوقف حتى هو كجميع داك الصون المستخدمين ولا الموظفين، يوقف واحد السنه 65 ولا 70 تيختارها، تيقول اليوم ما بغيتش نبقى ندير الفلاحه، ولكن غادي يبقى عندي واحد المدخول اللي غادي نعيش فيه باريحيه حتى تنضج. كان جميع القطاعات اللي عندنا في المنطقة داروا نفس العملية، ربما كونسيومر ما غاديش تبان. دابا باين لأنه شركة منظمة، قطاع منظم إلى آخره، قالوا كان جميع القطاعات، الليمون، الزيتون، داروا نفس الشيء. كيفاش غتكون المنطقة؟ المشكل اللي كاين ماشي مشكل ديال الانفتاح ديال المؤسسة، المؤسسة هذا العمل الكبير اللي كتعمل وخاصة في المجال الفلاحي اللي ماشي واسع، هذا راه انفتاح كبير جدا. حنا متواجدين في الكازي، متواجدين في فرياطة، متواجدين في مدايش، متواجدين في بلعليم، متواجدين في ديموسا. واش يعني قل من هادشي كتنساو كتشوفوا عند كونسيومار في الأسعار الصناعية، في واحدة صناعية متواجدة على 10 دكتور. حنا متواجدين في المجال الفلاحي، القوة ديال المجموعة هي المجال الفلاحي. لا سيكيوريسوني كان موان ديكستراكسيون، وحنا كنخدمو العام كامل من الشهر ديال سبتمبر حتى الشهر ديال أوت في المجال الفلاحي، والهاجس ديالنا هو المجال الفلاحي. وكيفاش الفلاح والظروف المناخية نتعاملو معاها باش ما يتضررش، باش ما يوقع حتى شي حاجة. الهاجس اللي كان عندنا هاد السنة هادي والشركاء ديالنا هو الموسم، كيفاش تدبروه ماشي من الناحيه الصناعيه. كان غادي يجي العيد في 8 اوت، وخايفين انه الا ما كملناش الموسم قبل العيد كيفاش غنديروا من بعد. وهم عارفين عيد الاضحى هو يعني جميع الغابه كيف تحتفل به، خاصة العيد العاملة اللي ما كتكونش من المنطقة راه كتمشي، ولكن كيمشيو كيعيدو كيلقيو جوج الأسابيع ثلاثة الأسابيع باش يرجع. وكان واحد الهجس كبير، وكنا تنقول عندك توقع عندك، دونك حنا مسؤولية كبيرة عندنا، وربما ما كتبانش وأنا بغيت نوضح، راه عندنا مسؤولية وانفتاح كبير في المجال الترابي، لأنه المجال ديالنا أولا مجال فلاحي، مسؤولية كبيرة. هو أولا الفلاحة ديالنا
كيفاش نطوروا المنتوج الانتاجيه ديالهم، كيفاش نطوروا من نقصوا التقليص من التكاليف والرفع من الربح. هذه مسؤوليه كبيره ماشي سهله. راه اليوم تنهضروا على 11 طن ديال السكر في الهكتار وتنقولوا راه ما كافيش. السبب هذا واحد منهم ماشي ما كافيش، وصلنا 11 طن من 5 وصلنا 11 طن تنقولوا ما كافيش، وتنقولوا خصنا نوصلوا 13 طن. كيفاش غادي نوصلوا هاد 13 طن؟ انا تنقولوا بانه خصنا نعملوا في البحث التقنيه، وخصنا ادخال تكنولوجيات جديده باش نديروا الفلاحه دقيقه. تنقولوا خصنا هي فاش كنهضروا على السمارت بلاندر. اليوم عندنا مشروع كبير في المنطقه ديال كل ضياع، كنا كنا نديرو فيها الشلوندر، كنمشيو نعمرو باش نعرفو التحاليل ديالها، وكنعطيوها يعني الأسمدة المطابقة لديك الضياع. راه هاد السنة هادي شحال درنا من تحاليل يا مدام؟ واش كتعتبر؟ عرفتي شنو هي 2500 أناليز؟ 2500 بريليفمون ديشونتيون، 2500 أناليز، 2500 interprétations et 2500 produits engrais différents, spécifiques. C'est ce que je veux dire. Et maintenant, je veux dire que je suis là, 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 je suis الرياضة راه ماشي مسؤولية ديال الدراسة، وكتعرف بأنه الرياضة راه حنا في جهة، راه جهة راه فيها ولاد عياد، فيها سوسات، فيها رفقي مصاح، فيها خويكا، فيها وانزام، فيها بجاع، فيها خويكا، فيها بنان، وزيد وزيد، شكون واضحين؟ ولا ضربتيها في خمسة المناطق، تجيب واحد 30 نقطة اللي خاصك تعمل فيها في مجال الرياضة. إذا أنا كان يعني النظرية ديالي هو كل واحد يتكلف بالمجال ديالو يتكلف به مزيان باش ينجح. مايمكنش راه حتى التعليم راه حنا تنديرو بعض المبادرات، ولكن تتبقى مبادرات يعني باش نعطيو المثل، ولكن ماشي باش نحلو المشكل ديال التعليم. كنعطيو المثل مثلا مدرسة في ولاد عيال، مشينا أولا كنا التأهيل ديالها وتسمو المجال ديالها، ومن بعد بدينا كنشوفوا شنو هي الخصائص فيما يخص التعليم، ولقينا بانه في المجال المعلوماتي كان هناك خصائص كبير، ودرنا استثمارات ودرنا دروس ودرنا هذه، وهذه من خاطرنا في هذا المجال. ولكن بغينا هذاك النواة يشوفوها الناس ويحاولوا ينقلوا ولكن يمكنش نحلوا مثلا مشكلة التعليم. ما ساهلش المصايب، المشكل ديال الرياضة ما ساهلش. جامعة ما قراتش عليها، أنت تشوف أش وقع. ولكن مجال الفلاحي واخا صعيب، حنا الفلاحين أنا كنعرفوا المجال الفلاحي مرتبط بالمجال الصناعي ديالنا، وهنا تيقولوا لنا هل من مزيد. عرفتش كنهضروا على المشروع ديال لا ديجيتاليزاسيون ديال الرقمنة، المشروع اللي كلفنا من ناحية ديال الموارد البشرية واحد المجهود كبير، وقت كبير، ومجهود مالي تقريبا وصلنا دابا 40 مليون ديال الدرهم دابا حاليا، وسي با فين غادي ندخلو فيه ان شاء الله ان لا كيتي دو بريسيزيون. تنفكرو في الدرون، تنفكرو في البيلوطاج ديال ليغاسيون، تنفكرو في بزاف ديال الحوايج، ولكن هادشي كلشي غادي يصب التأهيل ديال القطاع، النجاح ديال القطاع، والرفع من المستوى ديال 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 الميزانية ديال 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 الشغل ديال الصغار. نعم السي مطلع. شكرا جدا سي المدير على واحد السؤال واحد الإيحاء. لنفرض الوحدة ما كايناش في ولاد عياد. اش غادي نخسر؟ جهويا غادي نخسر جهويا. محليا غادي نخسر، لان كتعرف الواحد ديال ولاد عياد انا عشت التطور ديالها. راه ولاد عياد اليوم ماشي ولاد عياد ديال السبعينات
الثمانينات والتسعينات، راه فاش كتشوف عام العقار راه تغير الثمن ديالو، لو لوايير تغير، مقاهي ديال الصور، ترونسبور، كتعرف دابا في التاكسيات كتهز من المدينة ديال داخل المدينة، كتعرف فاش تهز من تما كتهز أبلاك، ولكن هادشي في الحقيقة ربما الناس تيطلبوا اللازم. دونك تقول لك الفرد هاد الوحيده ما كايناش وباغي ديرها السي مطر خاصك تجيب بوسط تمر قلب عليها كيما دابا المغرب جاب توجو قنيطرة عطيك واحد المثال هذا بسيط عايشين دابا حاليا توجو دابا في قنيطرة يلقى فرنسا ما باتنش ولكن توجو فاش جات قالت لهم ولكن هادو المعمل نديرو في طنجة احسن فينا السي مطر هادو المعمل نديرو في طنجة علاش في طنجة لان عندك تما طونجي مات ينتج حتى في الباطو سيفطا لان ستا بروجي ديكسبور واش المغرب غادي يستهلك جميع السيارات اللي غادي تشد وحدها ما يمكنش لا ديرو في قنيطرة ولكن غادي نديرو ليك لو بور ديال قنيطرة دي مليار دي مليار وغادي نديرو لك لا ليزون فيروفيير من لا زون اندستريال لو بور المجال كيدار باش نطوروا الاستثمار ولا ما كانش داكشي راه نطر الاستثمار ماغاديش ولا ما كانش الاستثمار لا كان غادي يتمحل راه فاش تقول لي واحد طريقة اكلات راه هذا كاين العمل ديالها الطريق اولا خاصها الدار اولا باش يعني تسهل على الساكنه الولوج للمدينه وخاصة تسهل كذلك على المستثمرين باش يتم التزويد ديالهم الا ما كانش الطرق ما كاين والو راه الطرق ولا السكك الحديديه ولا الاناره كلها خاصها تكون باش المستثمر يمكن يدير الاستثمار ديالو ويجي فيه نقدروا نهضروا على المجال كاين شي حوايج لي عاجبينكمش هاكا الصمودة مثلا صمود لا ديشارج نهضرو عليها هذا مشكل لا ديشارج لي كاينة دابا اليوم مشكل لأن أولا كاينة في أرض ديال الشركة وداكشي لي كتحط فيها ماشي ديال الشركة خاصو حل حنا دابا سنتين هادي ولا ثلاث سنوات وحنا في نقاش مستمر مع المجلس البلدي ومع السلطات المحلية كاين حلول وحنا غاديين فيها ولكن النهار فاش نوصل داك الحل مغاديش يبقى المجال هذاك غادي يتحسن ويتحسن بكثير ولكن حنا فرض عندنا واحد الامر واقع فرض عندنا ما عندنا كيبدل ما عندناش نغير وحنا من الاول اللي تنقولوا راه هذيك لا ديشارج ما خصهاش تكون تما لان لا يعقل باش تكون ان ديشارج اكوتي دي انيتي دو برودكسيون دان برودوي اليمونتي ولكن عارف لان كاين اكراهات عند الجميع ولكن حنا امن كاين ثقه كاين عمل باش ان شاء الله غادي نحسنوا من هذاك من هذاك المشهد انتينا الصوت دونك راه لا جيتو تقراو لنا راه غادي نوقفو راه تنقول لك راه لحد الان لو اميليار انفيستي في هذا ياك نو لافون با اونكور ديجي عندك تسحب من انه السكر بيض راه تيقول لك الطر ابيض كلو شحنه ياك راه الشحنه ما كاينش لحد الان ما كنربحو والو كنخدمو الفلاحه تنخدمو المنطقة حنا وطنية أنت تنهضر لك على الوحدة ديال المدنيات ولكن تنقولو راه كاين المستقبل قدام باش يمشي الواحد يكون في مسائل اللي ربما كاينين يعني المؤسسات اللي يديرو أحسن منا وحنا ما عندناش الإمكانية زعما شوية صعيبة زعما شوف باكي شوف باكي
كنت شفته بعيني. دخل لاستاسيون لي زيارتو خدامين ربما لي زيتاب لي قبل سوا كوبيناسيون ولا مهم تليفون فيزيكو شي لي خدام ولكن ما عرفنيش اش داخل واش خارج من اش جهة الاشكال واش ما كيبغيوش يخدمو الناس لي يكونو في ان لابوراتوار لي اون برانسيب يعني الدول ديال اوروبا ولا امريكا كل نهار كيعرفو الماء لي دخل والماء لي خرج واش هو الفرق بين هادو يعني واش تريد مخدم مزيان ولا مخدمين هادوك لي زيارتو وهادوك لي زيارتو كيتخدمو كل نهار يعني بزاف ديال سميتو ديال الكهرباء يعني بزاف ديال الفلوس هذا من جهه بالنسبه لابوليس ولا ترانسبيك دابا شفت بانه كاين يوتيليزاسيون ديال لي فيلتر الكتروستاتيك لي فيلتر الكتروستاتيك كيف كنعرفو كيحيد لابوليسون بارتيكولير اللي حتى هي خطيره يعني كتحبس هذوك لي بارتيكول المهم يدخلو دوزهم يحبسوهم شي شعيرات يعني ويدوزو الريان الى اخره كان عندي تحفظ على الطريقة ديال التريتمون ديال لي بوز ولكن سي موني جاب إضافة على أنه كاين بعض الطاج ديال بس دونك إيفيكتيفون لي فيلتر إلكتروستاتيك الكابت لي بارتيكيل مي أفيك لي فيلتر كو نوز أفون أفون كابتي لو ماكسيموم مي إل يا أون دوزيام فاز سي أون كاربوناتاسيون سي بور كابتي لو SO2 لي كو ترانسفورمي أون بريسيبيتيسون C'est une station de filtration très complète. Vous allez Inch'Allah le suivre avec nous. Concernant la station de traitement, toutes les stations de traitement du groupe Cosima sont équipées par du laboratoire. Ils sont exploités et pilotés par des techniciens et des ingénieurs qualifiés. Donc, chaque instant, quand il entre, quand il sort, il y a des registres, tout est renseigné. En plus de ça, nous avons une convention avec le P2E qui fait des analyses, des prélèvements d'échantillons inopinés parce que c'est lui qui fait l'interface entre l'eau et l'agence du bassin. Donc c'est un... Depuis la mise en service des stations, il fonctionne... Je ne sais pas si vous avez dit, mais qu'est-ce que vous avez parce que nous sommes quand même un organisme qui est... L'organisme aide est en fait, mais... Justement, moi je suis le très bon même, je suis le... بزاف ديال الستاسيون تاع 9 مليار عندي اكزومبل سي لا ستاسيون اللي دارت في فاسون في لي زاني 80 بار لا مونيسيباليتي دو بومبا ياك عارفها لي فونكسيون با سي با لو كا اي هاك دابا باش تيجي جواب سي با لو كا اكزاكتومون الما داخل الما خارج فوضى يا فابور ولكن ما عرفتش اش ما كاينش سي كامل لا ستاسيون ديال بنيان سي 45 مليون سي بون C'est comme le sucre. Donc,
الدولة كتعطي فيه تقريبا 80%، ولكن ديك 80% ما كياخذها حتى يكمل المشروع. دابا كتقول لي نعطيها لك دابا، وهادشي كيسهل المشاريع. دخلنا تم ادخال خاصة في المنطقة ديال تادلا 50% ديال البذور اليوم هي دي سومونس اكتيفي. شنو هي اكتيفي؟ افيك ان بيدو كتنبت. وهادي تايلاند يعني في ليكونومي دو في العقلانية ديال الاستعمال ديالها، ولكن كنفضل نخدم السريال. ولكن الكلمة السريال